أكيد مستقبل عيالكم مهم بالنسبة لكم، وبعد مهم لقياداتنا الرشيدة، لأن بسواعدهم بيبنون مستقبل هذا الوطن. شباب جاهزين؟ يلا نبتدي. لازم يكون تسليح حقيقي اللي هو العلم لكم، بحيث أن نحن ننافس بكم دول العالم. كلمات ملهمة من قائد استثنائي سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه. وجه سموه بتطبيق نظام الدراسة الجامعية عن بعد في المعسكرات التابعة للقوات المسلحة، والهدف حرص سموه على تشجيع المجندين على استكمال دراستهم الجامعية وتوفير الدعم اللازم لهم للاستفادة من الدراسة عن بعد خلال أداء الخدمة الوطنية، والانتهاء من بعض المساقات الجامعية اللي هي مواد عامة ومطلوبة من كل طالب جامعي يخلصها قبل لا يبدأ التخصص اللي اختاره. وطبعاً القرار هذا تطبيق عملي لكلمات سموه نريد ننافس بكم دول العالم. أزيدكم، وكل التكاليف الخاصة بالدراسة مثل اللابتوب أو الأجهزة الإلكترونية اللي يحتاجها المجند بتكون متوفرة للجميع وبشكل مجاني، يعني ادخل الخدمة الوطنية وانت ضامن مستقبلك الدراسي. الخدمة الوطنية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية أعلنوا بأنهم جاهزين على أتم استعداد لتطبيق هذا المشروع من كل النواحي. الحين بتقول لي كيف ومتى بيتم هذا القرار؟ ركز معاي، هذا القرار راح يتم تفعيله من الدفعة رقم 16 للخدمة الوطنية الإماراتية على جميع مجندي الخدمة الوطنية خريجي الثانوية العامة لسنة 2021 وكل المنتسبين للدفعات القادمة من فئة طلاب الثانوية العامة. بتقول نسبتي، ها، بغض النظر عن نسبتك في الثانوية العامة بيطبق عليك القرار، يعني اطمن بتكمل حتى ولو تخصصات مهنية تفيدك بعد ما تخلص الخدمة الوطنية. ولو حسبتها هذا يعتبر توفير من الوقت والجهد اللي بيقضيه الطالب في الدراسة بعد ما ينتهي من الخدمة الوطنية، يعني بدل ما تدرس 4 سنين بتصير 3 سنين تقريبا، متخيلين؟ ردينا على متى بس ما قلنا كيف، صح؟ ركزوا معاي، المجند بيمر على 3 مراحل في الخدمة الوطنية. المرحلة الأولى وهي المرحلة التأسيسية الإغرار واللي مدتها تقريباً 16 أسبوع، وبعدها المرحلة الثانية ينقال عنها المرحلة التخصصية، بيتخصص فيها الطالب بمهنة معينة في وحدات القوات المسلحة ومدتها تقريباً من 16 إلى 20 أسبوع على حسب المهنة اللي بيدخل فيها المجند، وبعدها المرحلة الثالثة وهي المرحلة الفعلية أو العملية وهي آخر مرحلة في الخدمة الوطنية، ويطبق فيها المجند المهنة اللي تعلمها في المرحلة التخصصية، وهني تبدأ رحلة الدراسة. وقت عملها بالخدمة الوطنية بيكون في الفترة الصباحية، وفترة المساء بتكون مخصصة للدراسة عن بعد للمواد العامة اللي تتطلبها منه الجامعة. وإذا كان المجند في مهمة أو مناوب في عمله وما يقدر يحضر الدرس أو المحاضرة، لا يحاتي، وزارة التربية والتعليم بتفعل خاصية الحصص المسجلة بالفيديو، يعني بتدخل المحاضرة بالتاريخ اللي فاتتك فيه وبيكون واضح عند الجامعة انك دخلت وحضرت الدرس. واذا تطلب حضور الطالب لأي امتحان تتكفل الخدمة الوطنية بتوصيل الطالب من وإلى الجامعة. أما الإشراف على عملية الحضور والغياب بتكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومتابعة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لكل طلاب الصف الثاني عشر للسنة الدراسية 2020-2021 واللي بيدخلون الخدمة الوطنية الدفعة 16 يسجلون في نظام التسجيل الوطني الموحد واللي هي نابو في الموقع اللي مبين عندكم قبل تاريخ 27 أبريل وتختارون التخصص اللي حابين تدرسونه. وفي النهاية إلى أولياء الأمور، حثوا أولادكم أنهم يكملون دراستهم ويغتنمون هذه الفرصة، لأن بتوجيهاتكم ونصايحكم بتكونون السبب في تأهيل أبنائنا بأنهم يكونون جنود أوفياء للوطن وضامنين مستقبلهم الدراسي. شو بنقول؟